تفضل يا أخي أحمد معنا على الخط من الرياض. تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخنا الله يحفظك، أنا عندي سؤال فيه دعاء أبي أتأكد منه، قالوا أنه قيل على لسان الشيخ فضيلة الشيخ بن باز الله يغفر له ويرحمه، لو حسبنا الله سيأتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. وفي من أنكر الدعاء هذا، قالوا أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول ما دعوت بعد التشهد في أي شيء إلا تحقق لي، فما أدري صحته، هل يجوز أو ما يجوز يا شيخنا الله يحفظك. شكرا. يا أخي حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، هذا في القرآن، كيف ينكرونه في القرآن؟ المسلم يقول حسبنا الله أو حسبي الله ويسأل الله أن يؤتيه من فضله، هذا لا بأس به. وأما أن الشيخ يقول شيء أو يعمل شيء ما أدري، أنا ما أعرف هذا. نعم.